النهارده كابتن خطيب قال هذا الكلام لكل اللاعبين، وده اللي احنا كنا بنقوله امبارح. ان احنا بعيدا عن كل ده، انا مش فارق معايا ايه اللي بيحصل، حتى لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله النادي الاهلي لم شوف انا وصلت مع حضرتك لغايه فين، لم يتاهل، لا هيفضل عندنا قضيه كبيره جدا وهنفضل ماشيين وراها، اللي هي يجب ان يتم تحقيق العداله للجميع، لجميع الفرق. والنادي الاهلي بما انه كبير افريقيا فيجب ان تكون العداله واضحه للجميع، مش مجرد كلمتين كده وواحد يطلع يقولهم وخلاص. وانا حوري لحضرتك النهارده موقف الاعلام في مصر، موقف الاعلام في مصر زي ما حضراتكم شفتوا امبارح قناه النادي الاهلي منذ ان بدات او اتخذ هذا القرار في الاتحاد الافريقي حتى الان ايه اللي بيحصل.